كنت ثم جلسة صباحية تتعلق بتنقيح النظام الأساسي الجامعة التونسية لكرة القدم. النظام الأساسي لديه سنوات لم ينقح، الجميع انتظر تنقيح فصول تتعلق بكيفية الدخول، شروط الترشح، المكتب الجامعي، حالة الانسحاب، حالة الشغور، حالة الاستقالة، بقاء المكتب الجامعي من عدمه، السلطة التشريعية المكفولة للمكتب الجامعي، اللجان القضائية بالمكتب الجامعي. لكن هناك عتاب شديد على الجمعيات الحقيقة اللي صادقت على الفصول اللي تتعلق بسير حياة التنظيمية والتشريعية والقضائية لكرة القدم التونسية للمدة القادمة، وصادقت بالإجماع. نلقاو زوز رافضين، ثلاثة ما ثماش نظام المحتفظ بالصوت لهنا، ثم بطاقة خضراء ولا حمراء، وهذا عيب شكلي، لابد أن يكون ثم بطاقة المحتفظ بالصوت، ولابد أن التصويت في رأيي يكون سري ولا يكون نميريك، ما يكونش بالرفع. اليوم نلقاو المكتب الجامعي مرر كل ما يرغب في تمريره، الجمعية صادقة تتحمل مسؤوليتها، الجمعية صوتت بالورقة الخضراء تتحمل مسؤوليتها، الجمعية قالت راه بالنسبة لشروط الترشح يبقى الحال على ما هو عليه، حافظت على المكتب الجامعي، قالت راه نعطيه صلاحيات تشريعية كبرى للمكتب الجامعي، نعطيه صلاحيات تقريرية قضائية تنظيمية للمكتب الجامعي وللجانه، قالت راه الكناس نمشيو لها كان في زوج حالات وما عادش هيكل قضائي ثالث يقع الطعن فيه باعتباره هيكل قضائي بيت. اليوم على الجمعيات اللي تكلمت برشا، اللي عيطت برشا، اللي شكيت برشا، اللي قالت راهو مشكله في القانون ورجال القانون، لا، المشكله اليوم في الناس اللي تحضر الجلسات العامه التي لا تجيد قراءه النص ومعرفه كيفيه تطبيقه وشنو هو مآلاته. المكتب الجامعي ما نجموش نلوموا عليه لانه هو اقترح قوانين، والشعب الانتخابي الجمعيات اللي صادقت. على كل هذا اللي كان موجود في الجلسه العامه الخارقه العاده للجامعه التونسيه لكره القدم. النظام الاساسي تحط صلاحية تجديد طاقة المكتب الجامعي، رجاء انه الناس تقرا مليح النص القانوني قبل ما تحضر جلسه عامه.